كان الكابتن عادل مستنيك في المطار. هو لازم الكابتن عادل يديني حته كده على الطاير، بس مش مشكله. يعني كابتن خالد، كنت بتكلم على الكباتن الكبار وخاصه يعني النادي الاهلي ومصر دائما وابدا سباقه في السلام ضد الارهاب، ومباراه اليوم هي مباراه السلام ضد الارهاب، النادي الاهلي امام اتلتيكو مدريد. كيف ترى هذه المباراه ومشاركه العرب والنجوم العرب وايضا نجوم من داخل مصر في هذه المباراه مع النادي الاهلي امام اتلتيكو مدريد؟ يعني بس خليني في الاول اقول لكم مبروك على الاستوديو، وارحب بالكابتن محمد فورو، ما اعرفش اذا كان سامعني ولا لا. تحياتي يا كابتن ليك طبعا. كابتن خالد ربنا يخليك، انا نفسي تبقى موجود طبعا، اضافه قويه جدا للاستوديو ده فعلا. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك، ربنا يخليك. اولا بس انا اعزي كل شهداء الوطن، وانا مصر على كلمه الوطن وكلمه المصريين بعيدا عن التفرقه بين المسيحيين والمسلمين. اعتقد ان كل اللي حصل امبارح في ماريمينا دول شهداء مصر، ونتمنى لمصر باذن الله السلامه في كل شيء يا رب. احنا بنخش في مرحله صعبه جدا، نتمنى يا رب ان نكون بدايه مباراه اليوم بين النادي الاهلي واتلتيكو مدريد هي فعلا السلام. يمكن نقطه مهمه جدا جدا انت ذكرتها في الاستوديو، ان احنا بقى لنا كتير جدا ما صادفناش مباريات في فتره شتويه. لاول مره في الفتره ديت، اول مره بعد سنوات كتير جدا نستضيف مباراه بحجم كبير باسم كبير باسم اتلتيكو مدريد يلعب في فتره شتويه. واعتقد ان ده شيء رائع، شيء جيد جدا، يحسب للنادي الاهلي ويحسب لاداره النادي الاهلي وكل المسؤولين عن اقامه المباراه. مباراه في توقيت مهم، مباراه فيها دعوه لكل الاشقاء العرب، ونشكر طبعا تركي الشيخ العمل الشباب والرياضه في السعوديه، كل النجوم العرب المتواجدين، كل لعيبه النادي الاهلي والجمهور كمان اللي هيستمتع النهارده بالفرقه، من الفرق الكبيره جدا على المستوى العالم، فرقه الصفوة اتلتيكو مدريد. مباراه دعوه لكل فرد مننا وكل واحد في الوطن في مصر وكل الوطن العربي انه يتابع لغه السلام او الرياضه اللي بترسي السلام على مختلف انحاء العالم. فانا بشكر من خلالكم مره ثانيه اللجنه المنظمه، بشكر مجلس اداره النادي الاهلي، بشكر كل فرد ساهم في المباراه ديت. يا رب تكون بدايه سلام وفتحه خير على مصر باذن الله وعلى كل الوطن العربي، لان طبعا ما فيش اجمل من انت تشوف ملعب برج العرب فيه 60,000 متفرج من جمهور الاهلي او جمهور مصر بالكامل. نعم. مش اجمل ان انت تلاقي الاشقاء العرب كلهم متواجدين بيلعبوا مباراه كبيره، احتفاليه كبيره جدا زي ما قال الكابتن ماهر، حتى حسن عبد الرب نفس الموضوع. اعتقد ان رساله، اتمنى ان احنا نكون بدايه طريق جيد للسلام في العالم كله مش في مصر بس. كابتن خالد، لازم اتكلم على اتلتيكو مدريد واتكلم على سيميوني في وجودك طبعا. سيميوني بينتهج طريقه 4-4-2، هل ممكن يغير الطريقه النهارده ويجرب حاجه جديده؟ هو ما لعبش غير مره واحده 4-2-3-1 وكانت امام ريال مدريد وتعادلوا التعادل السلبي بدون اهداف. ممكن يجرب طرق جديده، ممكن يجرب لاعبين جدد، لاعبين الراحلين عن فريق حتى اتلتيكو مدريد؟ اكيد اكيد هو هيجرب بعض اللعيبه، بس ممكن يكون في بدايه المباراه هينزل بالتشكيله على الاقل الرسميه عشان يدي طابع الجديه للمباراه، تابع الاحتفال او تابع السلام بالنسبه للمباراه. يمكن دي في بنود العقد او شروط العقد اللي تعامل مع نادي اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد اسم كبير يا كابتن تامر، انت تعلم هذا. دييجو سيميوني من افضل المدربين الموجودين على مستوى العالم، فرض وجوده بشكل كبير على الساحه الاسبانيه. مدرب لم يكن من ضمن الصفه من المدربين، ولكن وصوله للفاينل بتاع دوري ابطال اوروبا لمرتين امام ريال مدريد تاكيد ان هو مدرب عملاق، مدرب لديه سيستم وطريقه واسلوب، بيتعامل زي اللغه الارجنتينيه بعمليه الحافز، النواحي النفسيه العاليه جدا والمعنويه. نعم. مدرب عنده اسلوب وتكتيك تعب كتير من الفرق الاسبانيه، ودليل على هذا انه في ظل المشاكل اللي كانت موجوده في بدايه السيزون هو في المركز الثاني بعد برشلونه قبل فالنسيا قبل ريال مدريد. صحيح. خروجه من دوري ابطال اوروبا صحيح السنه دي ويلعب في الاورو ليج، ولكن في النهايه دييجو سيميوني يبقى من المدربين اللي بيلعب زي السيستم اللي انت قلت عليه، يا اما 4-4-2 حسب جميل وجريزمان الاثنين سرعه جدا، او 4-4-1-1 او 4-1-4-1 على حسب. صحيح. يمتلك خط دفاع قوي جدا، حارس مرمى اوبلاك، يعني كلنا قلنا بعد كورتوا لم يمشي ريال مدريد اتلتيكو مدريد اتاثر، اوبلاك من افضل الحراس الموجودين في اسبانيا في الوقت الحالي، وبالتالي مباراه فيها طابع الجديه. اتمنى طبعا ان لعيبه النادي الاهلي واللعيبه العرب المتواجدين يتعاملوا بشكل جدا مع المباراه، لان طبعا في النهايه النتيجه التي تحسب هي فوز الاهلي باذن الله او فوز المجموعه اللي موجوده مع كابتن حسام البدري. السؤال الاخير، عدم استخدام دييجو كوستا مع اتلتيكو مدريد، يعني شايف في علامات استفهام لدييجو سيميوني خاصه فتره انتقالات شتويه لسه ما جاتش، لكن ممكن يجربه في هذه المباراه او يلعب معاه، وخاصه هو بادئ معاه التمارين من بدايه طبعا انتقاله من تشيلسي لحتى اتلتيكو مدريد.
يعني العالم كله عارف مين ديجو كوستا، من اقطع رؤوس الحرب اللي ما بداها مستوى العالم، عدم وجوده واشراكه وعدم اشراكه مش هيأثر كتير جدا. ديجو كوستا هيكون مؤثر مع اتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني في الجزء الثاني من الدوري. وراجل من الهدافين، لعيب ريزل بلغه كره القدم والكباتن اللي قاعدين معاك عارفين يعني ايه كلمه ريزل، راجل هجام، راجل يتعامل مع خط الدفاع باسلوب عنيف جدا. من افضل رؤوس الحرب الاستغناء عنه من تشيلسي في رايي كان نقطه سلبيه بالاستغناء عنه، لكن وجوده النهارده وعدم وجوده مش هيقلل منه كتير، انما انا اتمنى يكون موجود، اتمنى ان احنا نستفيد منه، انه لعيب اضافه كبيره جدا لاتلتيكو مدريد، وخصوصا ان مشاكل اتلتيكو مدريد السنه دي تحديدا في ظل هبوط مستوى جاميرو وفي ظل هبوط مستوى جريزمان في بعض الاوقات حتى مع المنتخب الفرنسي، ديجو كوستا تواجده في الفتره الجايه هياثر، هيدي شكل ايجابي للنواحي الهجوميه بالنسبه لاتلتيكو، وهيغير من التكتيك بتاع ديجو سيميوني خصوصا من اللاعبين اللي بيعرفوا يشتغلوا كويس جدا في الثلث الاخير. وبالتالي اعتقد ان اشراكه النهارده ممكن على سبيل التجربه حتى لو 10 دقائق، ولكن ديجو كوستا اضافه كبيره جدا لسيميوني، واضافه كبيره جدا كمان لينا برج العرب واللعيبه المصريين واللعيبه العرب، ان يلعبوا مع لعيب كبير بامكانياته وعقليته واسمه وتاريخ وقوه ديجو كوستا مع ديجو سيميوني. كابتن خالد بيومي بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله تكون متواجد معنا في الفترات المقبله في تظاهرات عالميه اخرى وتظاهرات ايضا مصريه. شكرا جزيلا كابتن خالد بيومي، بشكرك شكرا جزيلا كابتن.